ما يمنع وصول الماء الى البشر. الان هناك ناس يعملون بطريقه اخرى، يكون على يد الغلام او عزيمة او يعني النساء بعض الاشياء في الاخرى على الله يعلم. هذه تسمى عندنا، لا ادري عندكم ماذا تسمى، تسمى عندنا بالمناكير، يعني منكرات كثيره. فنقول لها لا يصح حتى تزيل هذه المنكرات وبعد هذا يكون الموضوع صحيح. وضع المناكير كذا، نحن لا نتكلم عن الكلام، نتكلم عن الصحه المفهوم. نعم، قال وهي عشرة من السلام عقل الدنيا ثنية الاستصحاب وقتها ولا يلي قطع أحدا ثم ضربه انقطاع كل الوضوء استنجاء المسلم قبلا تطوية الماء والإباحة إزالة ما يمنع وصوله إلى البدر كله في الصلاة في حق من حدث المداعي. نعم، تقول وقت الصلاة حدث المداعي هذه المسألة يعني فيها نظر وبعض العلماء يقال فيها وبعد ذلك ان شاء الله تعالى. نعم، غسل الرجل إليها ترتيب والموانع، لا بد أن ترتب على الله سبحانه وتعالى. الموانع وهي ألا تؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جد، ويكون هذا قرابة في أيام الصيف. مثال أخذ الآخر يتوضأ وبعد أن الإمام المستنشق استنثر دق الجدر وأخذ يتحدث الجوال فترة من الدورة إن شاء الله تعالى تنتهي بعد ذلك الله تعالى وكذا 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 ثم اغلق الجوال يبدل لا يعيد من جديد لكن تبقى الجوال قال لا توقف تسمع لك بعد انقطاع واغلق من الاشياء انقطع الماء وجد انه اخذ هذا الاناء وقال انه الوضوء لا اشكال وهو يتوضا وجد على يديه عجين اخذ تسجيل هذا العجين واكمل لا اشكال لانه اشتغل بشرط الوضوء مفهوم. الشيء اليسير يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى من الكتاب الشيء اليسير هذا لا يعني من الله وكذا جعل احيانا يكون في يدي شيء من الصمت او كذا لا لا يذهب واما الشيء اليسير هذا لا بعض الناس تاتي تقول انظر الى هذه المرأة اي مرأة تقول لا الشيء اليسير لا مفهوم هذا كلام هذا من اخطر من شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى سياتي معنا أن الشريعة جاءت بقطع الوساوس قطع الوساوس نعم ما لا يوجد في الشريعة فتح باب الوساوس قطعت الوساوس كلها لله نعم قال رحمه الله وهي ستة غسل الوجه والمضض والاستنشاق غسل الوجه مع المضض والاستنشاق نعم غسل اليدين مع المرفقين غسل اليدين مع المرفقين نعم ومسح جميع الراس والاذن نعم غسل اليدين مع الكعبين والترتيب والولاء نعم ويستحق تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات يعني الراس مره واحده يمسح ولا يمسح ست حدود ان ينوي بقلبه ثم يسمي بسم الله ثم يغسل الكفين أصل الكفين إلا في نوم الليل ينام بالليل أصل الكفين يكون واجب وإن لم يغسل الكفين في نوم الليل وضوء صحيح إذا كان عليه الحكم فهو آخر يغسل الكفين هذا ثم يأخذ رطب حتى من الماء بيده اليمنى يتمضمض بأن يدخل الماء فيه ثم يستنشق بأن يسحب الماء بمنخرطه ثم يستنزف بيده اليسرى بأن يخرج الماء من المنخرين ويخرج الماء بغرفة واحدة ثلاث مرات أو مرتين أو مرة واحدة ثم يغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن على طول أو بمنحنى الجبهة منبت الشعر المعتاد من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طول ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عظيم
هل يغسل ما استغسل من اللحية؟ نعم. ما حكم تخمير اللحية أو شيء ما من اللحية أو يدخل من أصابع داخل اللحية؟ التخمير هنا الوضوء إذا كانت اللحية تهيبة، يعني ميلاد أو خلف. إذا ما كان خلف كانت كانت هذه اللحية تهيبة، التخمير هنا سنة. وإذا كانت خلف دور مبارك اللحية كما تفضل الشيخ، هذا التخمير لديه واجب، لأن المواجهة تكون باللحية وبما هو أسفل من اللحية. يغسل الوجه ثم اليدين ويخطب بعض الناس إلى الرؤيا عندما يغسل اليدين نفس الكفين، هنا غسل اليدين من أطراف الأصابع حتى يستوعب الكفين ولا يشعر العرق. يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم يمسح، لا يغسل الرأس، يبدأ بمقدمة الرأس إلى مكان ثم يعود مرة أخرى ثم يدخل سفاحتين في صماخي أذنين ويمسح بالإبهام ظاهرهما ثم يغسل الرجل اليمنى مع الكعبين ولا يشرع في الساق ويخلل أصابع الرجلين بخمسة. هذا السنة، لأنه في الغالب أصابع الرجلين مثلاثة، في الغالب الرجلين وبطن الإحرام على الوسط. يبدأ باليمنى ثم اليسرى، وبهذا اختار لله الحمد من يأتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلة التيمم ينوي بقلبه، يسمي بسم الله، يضرب ضربة واحدة فقط ببعض من الكفين على الأرض، سواء كانت من تراب أو من طين أو من رمل أو من حصى أو من صخر، ضربة واحدة فقط بسم الله ضربة واحدة، ثم يضرب إحدى الكفين بالأخرى أو ينظر فيه ويمسح ظاهر الوجه دون تخفيف وظاهر اليمنى وظاهر اليسرى دون تخفيف. ينوي يسمي ضربة واحدة ثم ينطق ويضرب إحدى الكفين بالأخرى ويمسح ظاهر الوجه وظاهر اليمنى وظاهر اليسرى. هذا ما يتعلق بصفة التيمم والله أعلم. الاغتسال، الاغتسال عندنا على صفتين، اغتسال كامل، أعلى اغتسال اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، واغتسال مسلم، سواء فعل هذا أو هذا، خرج، إذا خرج من هذا الاغتسال المسلم أو الكامل، يخرج ويصلي مباشرة، ولا إشكال، الصفة التي نذكرها بإذن الله، نذكر الاغتسال المسلم، المسلم أن ينوي بقلبه، ثم يسلم. ثم يعمل جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفه والكثيفه ويتحقق من وصول الاصل من وصول الماء الى اصل البشره. ثم مع المضمضه والاستنشاق ينوي بالسلفي يعمل جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفه والكثيفه مع المضمضه والاستنشاق. هذا اغتسال مسلم خرج الماء وسلم مباشره. الثاني اغتسال كان مستحب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل الفرجين ثم بعد هذا يغسل الكفين، وان كان فيهما اذى غسلهما بالتراب او بالصابون، ثم يبدا يسلي ويبدا يتوضا، يتمضمض ويستنشق ويستبدل، ثم يغسل الوجه مع اليد الخفيفه او كثيره، ثم اليد اليمنى ثم اليسرى، ثم يغسل الراس ويروي بالماء مع الوجه، ثم يغسل الشق الايمن ثم الايسر، ثم يغسل الرجلين مرة، يغسل الفرجين، ينوي، يسمي، يتمضمض، يستنشق، يستنفق، يغسل الوجه، اليدين، ثم يغسل الرأس ويروي الماء، ثم الشق